عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل وين ما تتابعوا فينا على القناة الوطنية الثانية. هذا هو الثقافة بلوس، مواصلين معاكم وكبتنا لأهم التظاهرات والسهرات والمهرجانات. حصتنا الليلة متنوعة فيها عديد الفقرات وأكيدة لغبريك اللي تعودتوا بهم ستار نيوز ورونديفو حاضرين. حصتنا بتبدأ توا، مرحبا بكم الناس الكل. سبيكتاكل اليوم تري سبيسيال بمناسبة الذكرى 62 لانبعاث سلك الحرس الوطني، تم تكريم عائلات الشهداء بثكنة العوينة كاعتراف بدماء أبناء وأزواج وأولاد العائلات هذوما. يتبع حفل التكريم سهرية مزيانة على ركح كارتاج كان أحياها الفنان السوري المقيم بتونس نور مهنا. نتفرجوا على التفاصيل مع زميلتنا أنيسة الحجري ومراد بن علي. احتفالا بعيدها 62 نظمت إدارة الحرس الوطني حفلا سهرا بالمسرح الأثري بكارتاج أحياه الفنان السوري نور مهنا اللي استناوه التوانسة لمدة كبيرة وكانوا متوحشين برشا أغانيه وسلطنته على الركح. بمناسبة الذكرى هذه قامت إدارة الحرس الوطني بدعوى عدد من عائلات شهداء الوطن لمشاركتهم فرحة انبعاث السلك واعترافا لهم بما قدمه أبنائهم لهذا الوطن. وأكد الناطق الرسمي باسم إدارة العامة للحرس الوطني العقيد حسام الدين جبابلي أن إدارة الحرس حريصة جدا على مشاركة هذه الفرحة مع عائلات الشهداء منوها بنجاحات هذا السلك. الحرس الوطني هذا ليس بالغريب عليه في تقديم الشهداء هذوما، وتعرفوا انتم سلك الحرس الوطني وابنائه كان لهم فخر المشاركه في العديد من المعارك، وكان لهم شرف الاستشهاد الى ان اجلي اخر جندي من فرنسا من تونس معناها لهناك، باعتبار ثم عندنا معركه كانت معركه رماده، معركه حمام لمف، معركه بير دريسن، الواقعه كيف كيف واحداث زاد قفصه، واخر حاجه كانت معركه بنزرت. البدايه مع المواطن لا من وحده ما يقدش بالصحيح بالصحيح، المواطن على خاطر مزروع على الأرض وإذا يشوف حاجة ينبه خبر، وإذا كان يشوف ويتقي يقول دبر راسه هم دي أخذ راسه ولا جا حد، ما يجي في هذاك اليوم تجي في هذاك غدوة تجي في الأخ، ولكن شيء وعد الله هم دي إن شاء الله رب يصلح عليها الحكومة ومن متوليها، فهمتي؟ ولد زوالي، ولد زوالي هو اللي هو في الكرتوش الأول. واحد من الناس أنا ما عنديش مزية، دفعت على الوطن بتاعي ومازلت ندافع ولا باس. با توفى عام 2013 في 23 أكتوبر في عملية علي بن عم. أنت عندك خويته؟ إيه. عندي زوز اخوات ولاد وبنايا، وبالمناسبه نتوجه لهم الشكر عزيز ومحمد علي ومها. يفضلكم بعضكم. يعيشك. بشنو رايك في المبادره اللي يعمل فيها الحرس الوطني كل عام؟ كيف كيف بالمناسبه نحب نشكر الحرس الوطني على خاطر كل عام هما عمرهم ما نساونا وعمرهم ما قصروا معانا يعني، ويعطيهم الصحه. هذا اما هذا بطبيعه ما يعوض شيء من الوفاه.
والحرس الوطني لديه قيم اعتبارية كبيرة ياسر، وباعتبار كان بناء الدولة بعد الاستقلال، وكانت له كما كنت تذكرت من قبليك في خصوص المعارك اللي خاضها ما قبل الاستقلال وفي فترة الحكم الذاتي. الحرس الوطني حاليا عنده رؤية مستقبلية من خلال التكوين، رؤية مستقبلية في خلال تطوير المنظومة المعلوماتية، ورؤية زادة كذلك مستقبلية في خصوص التعامل مع العقيدة الأمنية متاعنا اللي نحبوها إن شاء الله تكون مبنية على الفداء الوطن. من أول ضحايا الإرهاب في تونس فقد ساقي اللي صار في مواجهات مع الإرهاب. اليوم النادي الرياضي نعم عملية شو في العام؟ عام 2013 كانت أول عملية في جبل الشعامبي. اليوم بعد ما داوينا ورجعنا نخدموا على رواحنا، اليوم النادي الرياضي الحرس الوطني استدعى الفنان القدير نور مهنا باش ياسر بحذانا اليوم، وباش نبعثوا رسائل أمل للعباد، وباش نرفعوا معنويات العباد، وباش نقولوا اللي راهو التونسي قد ما يتيح وقد ما يصير فيه ديما القدام، ونحب نقولوا اللي تونس باذن الله بخير. نحب نقول كلمه ديما نقولها في الاخر الكل، تحيا تونس، يحيا الشعب التونسي، ان شاء الله تونس غدوه خير. الجمهور ما كانش من تونس باكا، بل جاوه من برشا بلدان شقيقه وصديقه اخرى، خاصه منها الجزائر. مهنا لو فامو نور مهنا قديش قعدت السنه فيها ساري. والله برشا، والله الليله بطلت مروحه لسوسه وبطلت عرس في تونس. يعجبني كفنان كنا يتسمع يتسمع قديش مستحقين توا للسما نظيف. فوالا خذ فنان يطرب ويتسمع، فنان يطرب. احلى سهريه مع نور مهنا، نحبوه برشا وفنان طيره برشا. ان شاء الله الليله نعملوا سهريه حلوه وان شاء الله يطربنا. ان شاء الله نعديو وقت تحفون مع نور مهنا، تحفون برشا يعمل برشا تعرب، ان شاء الله نعملوا معها جو كبير بالقدا. ما لقيش مشكله في التسيكر البرا؟ لا باديتو التنظيم. لا تنظيم ما شاء الله في كارتاج سي باديل ديجا كاتخيام سواغي ما شاء الله. ان شاء الله تونس ديما بخير، وان شاء الله ديما هكا بالامان وفرحانين. جايين هنا باش نسهروا في نور مهنا، يعجبنا برشا ونحبوه، فنان طرب الاصيل محلاه، وجايين باش نسهروا ان شاء الله سهريه باهيه. شنو الغنيه السنه فيها؟ كلك نتاع ام كلثوم، هو عن محلاه وحشتيني، والغنيات نتاعو ام كلثوم محلاه صوته يعجبنا. ان شاء الله سهريه طيبه. اكيد طرب الاصيل نور مهنا والكلنا نحبوه ان شاء الله، وان شاء الله سهريه باهيه وتونس بخير ان شاء الله. أنا نحبوه كيما الناس الكل، سي ان غون شونتور و جو لادور، ونحب وحشتني برشا 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 برشا، ذكرني بحاجات و ان شاء الله تسمعها اليوم وتذكر برشا حاجات. ان شاء الله وان شاء الله ديما فرحانين. دي جون وتسمعوا نور مهنا فريمون حاجة باهية. عليك تربينا نسمع حاجة باهية، نحن علاش نسمع نور مهنا؟ نحن مش لي جون كل في تونس راه يسمعوا حاجات راه مرسيجي، راه فما دي جون في تونس تربينا على حاجات باهيين، على صبر الباهي، تربينا على صوت باهي. وتونس كل عادة منش بتجيب الأصوات. شو أكثر غنية تستنى فيها الليلة جيت على خاطرها؟ على بيبي مارين. أنا نور مهنا من المطربين اللي يعجبوني ياسر، وفن عميق وهدف، دونك ومع الناس برشا فنانين اللي يعطيوك الفن اللي الأصيل اللي نحن نحبوا عليه. عندنا مدة نستناو في سهرية كيما هكايا، الحمد لله إنه إدارة المهرجان فكرت في ناس اللي تعشق الفن وتعشق النوع الطربي. تعرفوا شو عمال بيقولوا بالإعلام؟ بتعرفوا أنا واثق الصغير والكبير، خلي يصوروا الشبيبة، هدول كلهم بفهموا في الطرب يا حضرات الإعلام، هدول كلهم بفهموا بالطرب. أنا بدي التلفزيون الوطني المحترم يصور الصغير اللي عمره 7 سنين أمه جيبته مع أو بنته، والرجل الكبير، ولك الطرب يبقى طرب إن شئت أم أبيت. هلا بعد فترة رح يلغوا الكولا، الفورة هاي بتعرف رح يلغوها، رح نجيب أي شو اسمه اللي عندكم أنا بحبه كتير، شو اسمه يقول لي معي بابا سيدر هيدا أجيبه أنا بحبه، أنا كثير بحبه، هو عملناها الإعلام. لك خلي لي عينكم ونورتوني وشرفتوني، وسوريا وتونس إخوة وحبايب وأهل.
ربي يحفظ تونس وشعب تونس يا رب. ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. ايه اليوم امورنا في العنبر. بتسأليني بحبك ليه؟ شو هالآه هي؟ ما بقيت أعرف. أبوس إيديك والله. بتسأليني بحبك ليه؟ في احلى من الشعر؟ لا والله ما في. لا والله لا والله. سؤال غريب ما جاوبش علي. احب تيهك ودلالك واشكي من كتر غرامي. احب تيهك ودلالك واشكي من كتر غرامي. واخضع انا واخضع انا جمالك واسبح يا روحي بأحلامك. أوعى ما شاء الله. ما ندمتش اللي جيت؟ لا لا بيان سور ملاحة روعة. أكثر غنية عجبتك الليلة؟ عجبني غنية كل يعني ما تفهمش بالكدا خاطر بال تفهمش الشرقي ما تفهموش برشا خاطر ديما تحضر سهريات الجيريان في سيرتو في الحمامات البارح ويت البارح ترجم لها انت عاد ما انت قام ترجم لها بشو رايك السهريات؟ يعطي الصحة غنية على التعريف نور مهنا صوت برك على الليل توا حضوره مازال متميز من اللي عرفنا نور مهنا يعطي الصحة ديما وقت اللي يحضر يبدع ويعطي الصحة. سهرية تحفونا برشا السي نور مهنا كالصوت الغالي تبارك الله طربنا عمل معنا جو مرتاحش على بعضه صلي على النبي. ذكر الدهماني احسن الدهماني اي رحم عليه يعطيه الصحه والليله والحفله خارقه العاده. ان بريف سيتي تري بيان اورغانيزي تحفنا برشا الحفله و سي ان تري بون شوا بالنسبه لي انا نور مهنا وان شاء الله لا بروشين فوا سترا ميو. الحمد لله الحمد لله باهي 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 كل شيء نموت عليه ابا سي غني شنو الغنى نتاع الشيم نموت عليه اوكا ولا ما نكبش عليك عبد الحليم وبس. كنت نسخايب معناها لي بيرفورمانس نتاع نور مهنا تبارك الله عليه معناها حتى معناها تقدم في العمر ما ديما إلي اوسي بيرفورمان معناها صوت وكل شيء غنى الغنيات المعروفين وكل شيء معناها تبارك الله عليه. يحب الجو عملنا جو والله شيخنا الحق نتاع رب ان شاء الله ديما تتفكرونا في الحفلات تجيبوا لنا اصوات كيما هكا تجيبوناش حاجه وربي يخليكم ويخلي تونس ويهدي علينا البلاد ويهديهم بنيتي هذا شو باش نقول لك. ما عندك ما تقول ما عاد عندي ما نقول تونس باهيه كيما غنى عليها هو تونس حلوه تونس فيها الخيرات السبعه ما همش جعفور ايه ما همش عارفين قيمتها شباب توا ماهوش عارف قيمتها وربي يهديهم ربي يبارك له في صوته ويعطيه الصحة. ما ندمتش اللي جيت لي لا لا مع نور ما الواحد ما يندمش الحقيقة. أكثر غنية شيختك اللي عجبتك؟ كل 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 من غير استثناء لا التونسية ولا نتاع صباح فخري ما شاء الله ما شاء الله على الصوت وربي يبارك في تونس يبارك في أولادها شيخنا بصوته تبارك الله تبارك الله عليه وكا اللي ما عملوش يهيب عبي هو كارتاج تبارك الله مصلي على النبي عليه. تعال نخلي القلب حقيقة تعال تعال
التوانسه قالوا لي نظفنا وذنينا اليوم. فريمون نظفنا وذنينا، فن راقي. فريمون فن راقي وباهي برشا على الاخر، وان شاء الله ديما المستوى هكا. ان شاء الله ديما مستوى كارتاج هكا. مدام حسام شفت اليوم عمل جو؟ دوش والله. اكثر اغنيه عجبتك؟ كلهم 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 طيارة يعني، سورتو الغناء القديم. 20 سنة ملي حضرت معناها النور مهنا نفس الأغاني، علاش؟ فما تجديد يعني، فما توانسة معناها أحق بكارتاج من نور مهنا اللي يجي ويعاود لنا في نفس الأغاني، علاش؟ نظرناكم الجزائر اليوم حفلة عظيمة، مثل الشام أعطى صورة جيدة للشام العريق، أغاني في المستوى، أغاني عريقة في المستوى، وفرحتنا برشا برشا كما يقولوا في التوبيتون. ماتي مراد تهريت نور مهنا وبرشا تويسة قال لك مشتاقين لهالنوع متاع الطرب. الحمد لله هو لاباس، راك تشوف فما تقريب 8000 متفرج، حاجة روعة. تنظيم تنظيم، أنا مش أنا نحكي على نفسي، لا خليكم توما تحكيوا على التنظيم، كل شيء بالكدا. مواصلين حلقتنا لليلة وتويكا عنا مواكبة في جالوري الهادي التركي لإكسبو الفنان التشكيلي محمد إرسايسي ولده أحمد إرسايسي، وين جمعوا أعمالهم في الإكسبو هذية. برغم اختلاف كل توجه فيهم، شفنا 50 لوحة كانوا قدموها. الفنان محمد إرسايسي كان رجع على كل ما هو تقليدي، على كل ما هو عتيق وعنده علاقة بتونس. خلينا نتفرجوا مع زميلتنا إيمان عبد القادر. سيدي بوسعيد معرض تشكيلي للرسام محمد رصايتي وأحمد رصايتي، لقاء تشكيلي جمع ما بين الأب والابن ليترجم لوحات كلها اختلاجات تنم عن الحس المرهف لهما. لوحات تذكرنا بجمال مناطقنا الزاخرة بالإبداعات في الفن المعماري، وتسافر بين العالم الألوان اللي كله عالم الخلق والابتكار في فن الريشة. هذايا معرض أنا وولدي مع بعضنا، دام 15 يوم، في لوحات، في 50 لوحة، 25 لوحة متاعي أنا و 25 لوحة متاع ولدي. أنا في كل ما عادات وتقاليد التونسية يعني أكثر بالستيل اللي نسميه الفن الساجج يعني النايف، وفيه يعني حتى أنه جاق دم اللي محلت معادش وعادات اللي معاش عندنا. وودي عنده عامل يعني الطبيعة والبحر بيه. سي محمد كي نلقاو زوز أجيال يعني موجودين في معرض الفن التشكيلي، والحمد لله هو خصوصا لما يكون الأب وولده يعني. أي أيوة، هو هي الحاجة الباهية اللي ودي كان كيفي أنا يقلد فيه وقت صغير، تو خذا المنهج متاعه، القاء يعني شخصيته في اللوحات بتاعه، ما عادش كيفي انا قد. وكما قلت اجيال انت وانا ذي خدمه نتاع يعني تلقى لوحات نتاع يعني فيهم تاريخ نتاع 50 سنه التالي. انا تو عندي 50 سنه تصور، مش اليوم مش اثنين، وعندي 38 سنه ف
في الرواق هذا بركة كل عام في شهر أوت بخلاف المعارض اللي عملتهم قبل وولدي إن شاء الله يكمل معايا طبعا إن شاء الله يخو المشعل وينطلق. الوالد في الفن التشكيلي ولا يعني انت هكيك موهبة؟ والله من الأول كنت متأثر به نوعا ما، معناتها في أي بداية متاع معناتها فنان لازم يتأثر معناتها بفنانين أخرين باش يتعلم، معناتها باش يتعلم تعلم التقنيات ويتعلم الألوان والخليط تاع الألوان وكل شيء. كنت متأثر به بابا من الأول، من بعد بدلت المنهج نتاعي وخذيت المنهج نتاعي شقيت طريقي وحدي. هي. أحمد لاحظنا برشا في لوحاتك يعني المدينة العربي، الميناء القديم، يعني حاجات التقليدية اللي ذكرنا بتراثنا وأصلتنا. أنا ديما حاول في لوحاتي نجسد المناظر الطبيعية متاع تونس القدم، اللي هما أنا ناخذهم على تصاور أبيض وكحل نواري بلون، ونحاول نجسدهم على ألواني أنا، ناخو التصويرة كما هي أما الألوان أنا نخدمهم، أو كنحاول نوري تونس اللي هي ديما محلاها وديما مزيانة، إن شاء الله ديما محلاها. فنان يحمل عديد الأسئلة الوجودية، هو مسرحي، هو سينمائي، هو فنان تشكيلي. ياسر إجرادي اللي غنى في مهرجان نسمات المنصورة وتحت شعار الأصالة والتراث، نتابعه مع زميلنا أحسن الكريم. مهرجان نسمات المنصورة الرواد وسهرة مع الأغنية الملتزمة أحياها الفنان التونسي ياسر إجرادي. احنا ندافع على أنه الثقافة تكون في متناول التوانسة الكل في أي مكان، وخاصة نحاول أن نعمل ما يسمى بالتمييز الإيجابي هالمناطق اللي كانت محرومة لسنوات عديدة، نحب يدخلها الفن، تدخلها الثقافة، تدخلها البنية التحتية. دونك تحية لهالمجموعة الشابة اللي أسست المهرجان هذايا، شباب حقيقة شباب صغار، بلادنا فيها برشا شباب، دونك أكيد يعرفوا هواجس ومطلبات شباب إلا الشباب. دونك نشجعوهم برشا برشا، وإن شاء الله نشوفوا هالمهرجان هذايا كل عام يكبر أكثر وأكثر. احنا فرحانين برشا بجمهورنا، نشكر كل من لجنة التنظيم والسيكوريتي متاعنا. حقيقة أنا انبهرت بالعمل اللي قاعد صاير في المهرجان. المهرجان خذا صدى كبير، المهرجان ولد كبير، دونك لازم نحافظوا عليه في السنوات القادمة. سهريات متعدة، كانت كل أذواق حاضرة، كان المالوف، كان المزود، كان الراي، كان اليوم الفن الملتزم، فما التونسي، فما يعني كل الأذواق كانت حاضرة. إن شاء الله معناها في الدورات الجاية تكون معناها سهريات من خير.
ياسر جرادي قدم في هالسهرة مجموعة من الأغاني الجديدة وبعض الأغاني اللي حفظها الجمهور التونسي، أغاني تغنت بالحرية وحب الوطن والثورة. عرض الليلة هو باش يكون فيه أغاني نتاع مجموعة ديما ديما، أغاني تحكي على الوطن، تحكي على المحبة عموما، تحكي على الإنسان، يعني ربما لون ماهوش متعودين به، لكن احنا نحبوا نجيبوا لهم ألوان مختلفة، ما نحبوش نجيبوا كان الألوان اللي يعرفوها، لا نحبوا الذوق نتاعهم ينفتح أكثر على أنماط موسيقية أخرى، لكن زادا نحترموا خصوصياتهم. دونك فما هكا شوية حاجات اللي يعرفوهم وحاجات يحبوهم، فما حاجات نتاعنا نتاع مجموعة ديما ديما. عليه السهرة كان فيها مراوحة بين الغناء والشعر، وعدد من الشعراء وقفوا على خشبة المسرح وقدموا مجموعة من القصائد باللغتين العامية والفصحى. ربما أمرت الجرود بالوقوف أمامه، كلما فاجأهم حب سريع تذكروا أنهم فقط مسودة للشهداء. عربي ولد جلاص من خون شريدام، بن قمري ذواي متصدر في سماكم، وشعري فوق دياركم طاير حوام، وحتى كان الغيب ديما القلب معاكم، كتفتوا على مشاعري بحبال غرام، في المبدا الضيف نسخه من مبداكم، مذيافين وناسكم في الجود كرام، اصحاب الهمه العاليه وربي علاكم بالرغم في بلادنا قداش قزام. ما زلت يا ظالم نقول لك لا، ويمشي البدن شلا، ولم بيع أرضي بسوم مهما غلا، وما زلت يا ظالم نقول لك لا. نقول أنا جراسي من بلاد الجود، والفخر عشنا رافعين اللواء، اسم المتيري سلالتي عنقود، وموجود غرسي بنت قتل علاء، وبتبيعتي من صغرتي مولود، في حضن خيمة تلفها البيداء، وعلى الأرض نرقد والفلاس جلود، وبرنوس بابا لسقيع غطاء، وهذاي لي إذا كان فصل برود، ولا كان فصل السيف يبقى دفاء، نرقد البرة على الكفاء ممدود، ويرتاح فيا الجاش كان عياء، في الصبح نصحى على رغال قعود، والاثنين نرضع من الضرع سوا، واما البسيسة نديرها عبود، وهذيك هي في النهار غداء، وفي الليل خبزي عالجمر مسود مرفوس في زبدة الدهان الشاء، وما زلت يا عالم نقول لك لا. الجمهور الحاضر في هالسهرة تفاعل بصورة كبيرة مع الفقرات المبرمجة، وأكد أهمية هالمهرجان اللي أضفى حركية جديدة على منطقة المنصورة الريفية. احنا سعداء برشا مسكي طفتكم بالمهرجان دي اللي فتح الفرصة لبرشا ناس باش تحضر وباش تفرهد، كان متنوع ويستجيب لجميع الأذواق. أنا وكبتهم من الليلة الأولى حتى التوا، فما الشعر، فما الترفيه، فما الفن الشعبي، فما الفن الطربي والشرقي، معناها متنوع فريمو. يعطيهم الصحة، حاجة مزيانة على الأخر، حاجة مزيانة رائعة، حبست البخرين يعطيها مصحة. بالنسبة للمهرجان نسمات المنصورة كان متنفس لجميع الشباب والعائلات، معناها عباد ديما مغصورة. بالنسبة في المنطقة متاعنا معناها كأمبوري فيها شوية معناها، أما العباد تفرهدت برشا، وإن شاء الله ديما مهرجانات، وإن شاء الله العام الجاي تجي دورة ما أحسن وسهرات حقيقة ممتعة متاعنا الفنان ياسر جرادي والفنانين الأخرين زادا نعطوهم حقهم، كسي سمير لوسيف، حمودة الأسمر، مريم نور الدين، معناها والبحث الموسيقي حقيقة الأذواق الكل، شيخنا صغيرات شيخه كبار شيخه، جميع الأذواق معناها سمعنا الناس الكل، تفرد الناس الكل، باش إن شاء الله في آخر حال في آخر نهار العباد الكل نلقوها معناها الكل شيخ. مهرجان المنصورة بسليانة شدت اهتمام الجمهور، فيها سهرات متنوعة لبت جميع الأذواق.
فقرة قارة معانا بعنوان أخبار النجوم، أكيد أنكم تعودتوا بأخبار نجومكم اللي نأمنوها من خلال الثقافة بلوس، وتويكا عنا متابعة لكليب هند البلوشي اللي صار ترند الخليج وصارت عليه ضجة، وعنا زيدا كليب فارس كرم المخرج متاعه شنو يحكي عليه، نتابعوا ثم نواصل. في ختام كليب حب كبرم للفنان فارس كرم، أكد مخرج العمل حسن غدار أن القصة موفيتش وقد يكون لها تتمة في كليب قربك وجع، ولن يكشف عن سبب الغموض وأن على الجمهور أن يحلل، فليس هناك أي داعي للتبرير حسب قوله. الكليب يحصد في نسب مشاهدة هامة وصلت إلى 1,400,000 مشاهدة. كلمات حياة إصبر ألحان فضل سليمان، وإن ثم زاد تنويه من المشاهدين على الاختيار الموفق للموديل السمرة، وهما مع فكرة ضد العنصرية. كل شي حلو بعمري ما رأى قدام جمالك انحارة، حلاك وبحال عيوني بالدنيا الله. الفنانة الكويتية هند البلوشي موجات من الانتقادات الكبيرة بعد كليبها الأخير مستفز، وين أصبح ترند الخليج، وين تم انتقادها كفتاة خليجية على طريقة لبسها ومكياجها وصوها بالأوفر، وخاصة بعد ما أكدت خبر طليقها من الفنان مشيري العوضي، وتحدثت لأحد البرامج العربية أنها ما حبتش تحكي في خصوصيات حياتها، وكان زوجها ما نزلش بوست على الانستغرام يحكي على الطليق. أنا منفصلة من سنتين ونص، لو إنه هو مو معلن أنا ما كنت راح أعلن. ترك لها موعد غرام شوية كلام تفرر في جذبتك على الماشي. حدثت زيدا على لوكا اللي استفز البعض وخليهم يقفوها ويسبوها علنا. أنت شايف أن هذا العمل رديء، لا تطالع، لا تعلق لمجرد التعليق، شايف أن هابط ما أنت مضطر أنك تطالع. ترى الدنيا تلف وتدور. أتوقع أني استفزيتهم وايد لدرجة أنهم وصلوا لمرحلة القذف والسب والإهانة، بس السوق يبي كذي، وعشان أثبت وجودي كمطربة في البداية لابد أن أنا أعطي السوق لونه. لو تبيها تحدي تعال. المهرجانات وسهرات مازالت مواصلة حتى في سبتمبر، وزميلتنا رجاء بنزيد ومواصلة هي زيدة تأمين فقرة غونتيفو. ثلاثة أربعة سبتمبر 2018، بمناسبة افتتاح السنة الثقافية بالكيف، برمج مركز الفنون الدرامية والركحية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف عرض مسرحية المكي وزكية للمسرحي لابين النهدي بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف. في موعد آخر نلقاو سهرة اختتام الدورة 30 لمهرجان أميرة المناجم بالمذيلة بعرض مسرحية 3 في 1 لجعفر القاسمي. في إطار الدورة 26 لمهرجان جرمدة بصفاقس نلقاو سهرة الاختتام مع الحضرة لأحمد جلمام. الأربعة 5 سبتمبر 2018 هو موعد انطلاق مهرجان روحانيات الدولي للإنشاد الصوفي، ويكون عرض الافتتاح بخرجة عساوية سيدي بوسعيد على الساعة 5 مساء، ثم عرض محبة لهيثم الحذيري على الساعة 6 مساء، يليه عرض مجموعة الفردوس من إسبانيا على الساعة 9، ثم عرض بابا عزيز للناصر خمير على الساعة 11 ليلا. في موعد آخر نلقاو عرض فيلم فاتيما للمخرج الفرنسي فيليب فوكون على الساعة 6 مساء بالمعهد الفرنسي بتونس. أعلنت الجمعية الثقافية للإبداع والتفكير والتفاؤل أكرو والمقهى الثقافي ليبرتي عن فتح باب الترشح للراغبين في المشاركة في الدورة الثانية لمهرجان تونس ركح مفتوح، والذي سيلتئم من 12 إلى 20 أكتوبر بتونس العاصمة.
في موعد آخر انطلاق مهرجان الفيلم القصير بالكيف، وهو موعد لمتابعة الأفلام القصيرة التونسية، ويتضمن المهرجان مسابقات ورشات نقاشات وعروض موسيقية. الخميس 6 سبتمبر 2018 تنطلق فعالية الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفن النسوي بتونس شفتوهن، واللي يتواصل إلى غاية 9 سبتمبر بفضاء المسرح الوطني التونسي بالحلفاوين، ويتضمن البرنامج معرضا جماعيا في الفنون الكوريغرافية والرقمية والتشكيلية والفوتوغرافية. في موعد آخر انطلاق الدورة الثانية لأيام الجريد للفنون الركحية تحت شعار أعطيني مسرحا أعطيك مسرحا عظيما، ويكون عرض الافتتاح مع مسرحية الهروب من الجنة لجمعية صوت الجنوب الثقافية بتوزر، مع العلم أنه الدورة تتواصل إلى غاية 9 سبتمبر. وفي إطار تظاهرة ربي يحفظ تونس، نلقاو سهرة الشباب لمغني الراب علي وفرقة أليانزا لموسيقى الروك، مع مشاركة خاصة لمغني الراب العالمي سلوكينج بالمسرح الأثري بقرطاج. انطلاق الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفن الأضواء من 6 إلى 9 سبتمبر بالمدينة العتيقة، ويشارك في المهرجان 42 فنان من دول مختلفة، فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، أمريكا، تونس وغيرها. في موعد آخر انطلاق تظاهرة كيدز دوك اللي ينظمها النادي الثقافي للطاهر الحديد، وتهتم التظاهرة بالفيلم القصير المختص، ويكون الافتتاح بعرض ثلاثة أفلام بعنوان سينما جي وبابا مسافر وعليش أنا، وتتواصل التظاهرة إلى غاية 9 سبتمبر. في إطار مهرجان الروحانيات الدولي للإنشاد الصوفي، يكون الموعد معرض أوازيس دو لوميير وعرض العيساوية بفضاء مسجد سيدي بوسعيد، يليه عرض من الأردن سمازم باند وعرض من الهند باديميني روي. هكي نكون وصلت معاكم النهاية الثقافة بلوس. اليوم شفنا عديد الفقرات، شفنا حفل الفنان السوري نور مهنا، وشفنا زيدا حفل الفنان التونسي ياسر الجرادي، وشفنا أخبار النجوم وغونديفو عديد الفقرات الأخرى. في النهاية أنا نورس مقعد لكي نمشي نقول لكم كنت صباح الخير، نتقابل معاكم في حلقة جديدة. أما غدوكة نجمو تستنيو زميلتي نورس كنتيجي. باي باي.